سامو زين يعني عشره العمر وليه نجاحات معاه يعني لا تعد ولا تحصى، غير الحاجات اللي احنا يعني المستوى الشخصي الجانب الانساني اللي انا بحبه فيه. بس اعتقد ان هي مش هدخل الكاميرا دي عشان مش عشان حاجه، بس انا بس اسلم انا عشان انا قليل. انا على فكره يعني في حياتي المهنيه في 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 ناس اخوات وصناع وحب وعطاء ونجوميه، فدايما يلقب بهذا الاسم هو تامر حسين. بص ده متواضع، ده انا من معجبينه منين بقى؟ كنت في الجامعه انا والراجل الطيب ده، وهو كان عامل انا ليك مكسر الدنيا. سامو زين يعني عشرة العمر وليه نجاحات معاه يعني لا تعد ولا تحصى، غير الحاجات اللي احنا يعني المستوى الشخصي الجانب الانساني اللي انا بحبه فيه. ان شاء الله الصيف ده اهو على الهواء اهو نرجع بحاجات قوية تليق بينا، ومكملين بقى المشوار اللي عملناه ايام في بعدنا فاتوا والورد الاحمر وكل الحاجات اللي عملناها في البدايات دي ان شاء الله. وهو الاحمر دي عايشه لحد النهارده وبعد كل اغانيه، اساسا ذوقه عبقري ده. وصدقني والله يعني حاجات تامر هي عايشه على طول. تامر مصطلحاته وكلامه وفكره وتطوره دائم الدائم اللي الواحد بيتشرف فيه في كل مكان في العالم. بسمسم وان شاء الله يعني ده العادي بتاع تامر، نقدر نقول فربنا يكرمه دايما ودايما يدينا حاجات حلوه اكتر واكتر. انا طبعا بتشرف انه انا دايما اسم كبير زي تامر انه دايما يرتبط فيا، دي حاجه تشرفني كبرني اكيد. شرف ليا لك حبيبي، بتشرف بيكوا يا رب لنا متالقين. وانا عايز وعد بمشروع برضو فني او تفاصيل مشروع بيحصل دلوقتي. هنقعد اصلا، احنا المفروض كنا هنتقابل اساسا النهارده، هنقعد لا هنقعد نشتغل مش يعني، بس عشان موضوع مديان طبعا حدث، ومديان كمان مشارك معانا في الاغاني اللي هتحصل لسامو. وسامو طول الوقت انا بالنسبه لي اصلا حضرته بقى، انا كان صاحبي، كنت بروح معاه ساعات في حفلات وافراح. عنده طاقه مختلفه جدا، هو بصراحه في اللوكيشن اسهل هو ذوقه حلو من اما بيختار الجمله الحلوه والكلمه الحلوه. بالعكس ده كان عنده ميزه من المزايا القليله جدا اللي بشوفها، انه كمان كان بيكبر الاغنيه بالفيديو كليب، كان احلى فيديوهات بتحصل طبعا. كان سامو هو اللي مصوره وعنده فكر دايما، ان شاء الله نعمل حاجات جامده قوي. احلى حاجه تحبها في شغل تامر ايه؟ كله على بعضه تامر يعني، ما ينفعش تسيب حته منه، كله على بعضه تامر يعني. فنان كبير وحساس كبير وشاعر كبير والله يعني الواحد بيتشرف دايما. الفتره اللي كنا بنعملها مع بعض دي كان بجد، كنت حتى وانا بعمل اغاني لناس ثانيه كنت يعني موده كان حلو ومسخنا على طول. اديك طاقه ايجابيه. لا هو دايما طاقه يعني، وفاكك ويلا بينا ويلا ان شاء الله نعمل حاجات جامده. ما شاء الله قلب المكان هو بقى. حضرت معاه حفلات وحاجات بصراحه يعني، بني ادم كله طاقه ايجابيه اكيد، وعلى مستوى الشخص يستاهل كل خير ان شاء الله. نترجم ده بالاغاني ان شاء الله. ان شاء الله يعني حبيبي، ان شاء الله تسمعوا حاجه حلوه. وانا طبعا انا اللي بقى لي فتره كبيره يعني بحضر لده ومتابع ده، لانه طبعا اكيد نجاحات وطعم تامر حسين مختلف عن اي حاجه في الدنيا عندي انا بحياتي بصراحه يعني. حبيبي وان شاء الله نكسر الدنيا مع بعض ان شاء الله. يا رب يا رب حبيبي. تامر عايز اعرف منك جديد، عندك اكيد شغل مع عمرو ورامي ان شاء الله باذن الله. طبعا عملنا في الصيف اول اغنيتين مع الهضبه، تشرف دايما بنزولي معاك تتحبي، عملنا في الصيف مع الهضبه تتحبي والطعامه، ولسه ان شاء الله في مشاريع مكمله. يمكن دول الاغنيه رقم 69، عايزين نخش على 70 بقى نكسر. أيوة بقى. ان شاء الله باذن الله. وفي صديقي الغالي الفنان محمد حمائي برضو عامل له اغاني مهمه جدا جدا في الصيف ده باذن الله تعجب الناس. وفي نانسي عجرم بحب نجاحي معاها، وبحب نانسي على المستوى الشخصي جدا يعني، ليا اكتر من اغنيه معاها ان شاء الله. وكمان ان شاء الله الفنانه نوال الزغبي يا برضو في اعمال ما بيننا قريب، وابو صديق غالي، وابو كان عامل 3 دقائق مكسر الدنيا، فاول مره نشتغل معاه عامل له اكتر من 3 اغاني تقريبا ان شاء الله باذن الله. حبيب دول يعني مؤقتا كده في الصيف يعني ما شاء الله. وهتغني انت لا اغني ايه يا عم، احنا بتوع حاجه. بس انا بحب الصناعه اكتر بصراحه، بستمتع بيها اكتر اكيد. حبيبي ربنا يخليك، حبيبي ربنا يخليك، اسلام.